استخدام ميزان القياس لمعرفة درجة انحدار الخلايا إلى الأمام حتى لا تدخل مياه الأمطار فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي بكل خير، وأتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة. قبل أن نبدأ أصدقائي، نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اذكر الله، لا إله إلا الله. قبل أن نبدأ أصدقائي، نأمل منكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع، وحتى تشجعونا على أن نكون معكم دوما. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. كونوا معنا أصدقائي من بداية هذه الحلقة حتى النهاية، ولا تشاهدوا هذه الحلقة بشكل متقطع حتى لا يفوتكم أي فائدة أصدقائي. أصدقائي، كما تشاهدون من عنوان هذا الفيديو، استخدام ميزان القياس لمعرفة درجة انحدار الخلايا إلى الأمام بطريقة سهلة حتى لا تدخل مياه الأمطار داخل الخلايا. كما تشاهدون أصدقائي، هذا الميزان الذي أمامكم استخدمته في معرفة انحدار الخلايا إلى الأمام ودرجة انحدار الخلايا إلى الأمام حتى لا تدخل مياه الأمطار، حتى لأنه قد تخونني العين عندما أقوم بالتقدير نسبيا درجة الانحدار، فقمت باستخدام الميزان أصدقائي حتى أتأكد من أن الانحدار صحيح إلى الأمام وغير مبالغ فيه. استخدمت هذا الميزان أصدقائي، وكما تشاهدون هذه الخشبة التي أضعها تحت أسفل الخلية هي حتى يثبت الميزان وحتى تثبت الدرجة التي عملتها لهذه الخلية، درجة الانحدار إلى الأمام أو إلى الجانبين يمينا أو يسار حتى لا تدخل الماء أصدقائي داخل الخلية. هذا الميزان أصدقائي كما تشاهدون. الآن سأقوم بقياس درجة الانحدار إلى الأمام أصدقائي، وهذه الخلية منحدرة إلى الأمام بشكل صحيح وبشكل سليم. فقمت بوضع الخشب، قطع الخشب الصغيرة أسفل الخلايا كما تشاهدون، منحدرة بشكل صحيح وسليم. حتى لو كان الانحدار زائد شيئا ما، لا مشكلة في ذلك، المهم أن يكون الانحدار صحيح وسليم إلى الأمام أصدقائي. بهذه الطريقة وبكل سهولة أصدقائي، يتم استخدام هذا الميزان في معرفة درجة انحدار الخلايا إلى الأمام، وحتى لا يكون درجة الانحدار مبالغ فيها، حتى لا تسقط من الرياح إلى الجهة اليمنى أصدقائي. كما تشاهدون، أقوم هذه السيبة الحديدية التي أضع عليها الخلايا منحدرة إلى الأمام، وأتابعها بالكاميرا كما تشاهدون، وأقوم بتصوير ذلك. وهناك بعض الأشياء، نعتذر منكم على بعض الأشجار والشوائب الموجودة على الأرض، سنقوم بعملها قبل مجيء فصل الشتاء. سنقوم بتنظيف أرضية النحل أصدقائي إن شاء الله، وترتيبها قبل مجيء الشتاء. ونأمل منكم جميعا تنظيف الأماكن أسفل الخلايا للضرورة حتى لا تأتي الشوائب إلى النحل ويضر ذلك بالنحل أصدقائي. وأنا إن شاء الله سأقوم بفعل ذلك في أقرب فرصة ممكنة قبل الشتاء أصدقائي. هاي انحدار جميع الخلايا بشكل صحيح وبشكل سليم إلى الأمام. قمت بعمل هذا الانحدار أصدقائي كما تشاهدون حتى لا تتعطل الخلايا أصدقائي. بكل سهولة أستخدم هذا الميزان، وهذه الخلية أمامكم، وأضع في الخلف هنا خشبة حتى تنحدر الخلية إلى الأمام أصدقائي بكل سهولة أصدقائي. هذه الطريقة مثلى ومهمة وممتازة وتفيد النحل أصدقائي. ك
كما تشاهدون، وهذه الشوائب الموجودة أمامكم على هذا الحجر، هذه كان يوجد هنا خلية قام الناحل بإخراجها بسبب الانحدار الرائع والسليم والصحيح للخلية إلى الأمام. هذه الشوائب النحل قام بإخراجها عبر فتحة الصروح وإخراجها ووضعها على هذا الحجر، لأن ميل الخلية كان بشكل صحيح وبشكل سليم إلى الأمام. أصدقائي، هذه الشوائب منها بقايا خشنة من الحبوب اللقاح، وبعض النحل الذي انتهى عمره ومات، وبعض الشوائب الذي يخرجها النحل من داخل الخلية ويقوم بوضعها. أصدقائي، كما تشاهدون تماما بهذه الطريقة السهلة جدا نقوم بعمل انحدار الخلايا إلى الأمام حتى تكون الخلايا نظيفة من الداخل. وقدر الله أن تأتي هذه الشوائب على الحجر هذا، على الحجر الإسمنتي، لكي تروا سبحان الله ما يخرجه النحل بكل سهولة بسبب انحدار الخلايا بشكل صحيح إلى الأمام. ولو كان بالعكس لكانت هذه الشوائب في داخل قاع الخلية من الخلف. أصدقائي، لو كان الانحدار عكسي، أي المنطقة العليا من بوابة الصروح المنطقة السفلى من الخلف، لكانت مثل هذه الشوائب والماء الذي سيأتي داخل الخلية ولن يخرج. أصدقائي، وهذا يشكل خطر على الخلية، لأنه يأتي بالفاروة ويأتي بالأمراض ويأتي بالدودة العث ويأتي بالفراشة ويأتي بكل الأمراض. أصدقائي، كما تشاهدون تماما بكل سهولة تم عمل هذه الأشياء. أصدقائي، بكل سهولة أصدقائي يتم استخدام هذا الأمر المهم جدا، وننصح الجميع باتباع هذه الطريقة في معرفة انحدار الخلايا الأمام ودرجة الانحدار عبر الميزان القياس الذي يتم استخدامه في الطوبار وفي البناء، وتستطيع إحضاره من أي مكان. أصدقائي، من أي مكان يتم إحضار هذا الميزان ويتم استخدامه في البناء وغير البناء. أصدقائي، كما تشاهدون. عفوا أصدقائي، بهذه الطريقة انظروا إلى جمال الخلية وثباتها وهي منحدرة إلى الأمام وثابتة في هذا المكان بسبب الانحدار الصحيح، حتى لا يدخل الماء إلى الداخل. هذه الخشبة الصغيرة كنت أستخدمها، ليس بحاجة لها الآن لأن الانحدار صحيح، فما دام الانحدار صحيح لا أستخدم القطع الخشبية. هنا يوجد خشبة صغيرة تحت الخلية من الخلف كما تشاهدون، أضعها ركيزة إلى تحت أسفل الخلية لتنحدر إلى الأمام. أصدقائي، كما تشاهدون بكل سهولة أستخدم هذه الوسائل البسيطة جدا من أرض المنحل. هذه الخشبة التي أسفل الخلية أقوم برفع الخلية حتى يكون الانحدار صحيح. أصدقائي، كما تشاهدون بكل سهولة استخدمت هذه الوسائل البسيطة في رفع الخلايا إلى الأعلى حتى لا تبقى متساوية. أصدقائي، لأنه إذا كانت مستوية الخلية أصدقائي فإن ذلك قد يجعل الشوائب داخل الخلية لا تخرج، وقد يدخل الماء ولا يخرج. أصدقائي، كما تشاهدون أصدقائي لهذه السهولة هذه الطريقة، وأنا الآن هذه الخشبة الطويلة قمت بوضعها ومجهزة هذه حتى أضع عليه الخلايا، والقاعدة من الخلف أقوم بوضعها. أصدقائي، كما تشاهدون وسائل بسيطة جدا من المنحل أصدقائي أستخدمها. أصدقائي، كما تشاهدون بكل سهولة. أصدقائي، كما تشاهدون هذه الوسائل البسيطة التي أنا أستخدمها في انحدار الخلايا. أصدقائي، كما تشاهدون هذه الأمور سهلة وبسيطة الحصول عليها. أصدقائي، في أرض المنحل وأرض الميدان أقوم باستخدام القطع الخشبية في تثبيت الخلايا في انحدارها إلى الأمام حتى لا يدخل الماء. أصدقائي، كما تشاهدون هذه المشاهد الحصرية التي قمت بتصويرها لكم حتى تشاهدوا عيانا
هذه الأمور المهمة جدا والتي يجب على كل حال اتباعها ومعرفة الخلايا وانحدارها إلى الأمام أصدقائي. وهذا الأمر مهم جدا وضروري أصدقائي ويجعل من الخلايا أهم شيء الثبات أصدقائي، ثبات الخلايا، ولا تجعلها تتحرك يمنة ويسرى حتى تكون ثابتا. ونأمل منكم أن يكون بشأن الجانبين، اتفقنا أنه هناك انحدار الأمام، لكن انحدار الجانبين يجب أن يكون الانحدار على اليمين، لأن الإطارات تكون على يمينك، وأنت تقف خلف الخلية الانحدار يكون على يمينك، لأن الإطارات تكون على اليمين، ويقوم النحل بإخراج الشواب من جهة اليمين، ويجب أن يكون هناك فتحة صروح من جهة اليمين. أصدقائي كما تشاهدون، ها هو الميزان أمامكم، وهذا يدل على درجة الانحدار صحيحة. قمت برفع الميزان فبانت أنها مستوية، وعندما أقوم بتنزيل الميزان فإنه يظهر الانحدار واضحا كما تشاهدون في الزجاجة، إن الماء يرجع إلى الخلف، الماء الفقاعة ترجع إلى الخلف والماء يذهب إلى الأمام أصدقائي، كما تشاهدون بكل سهولة أصدقائي، كما تشاهدون بكل سهولة، هذه الطريقة كما تشاهدون أصدقائي بكل سهولة. هذا الميزان الذي أنا أستخدمه في انحدار الخلايا أصدقائي. انظروا إلى الفقاعة الهوائية الموجودة داخل هذه القطعة الزجاجية الموجود بها داخل الماء، وكيف أعرف أن الانحدار صحيح؟ أقوم برفع الميزان من الأمام شيئا فيظهر الانحدار الصحيح، وعندما أقوم بتنزيل الميزان أن فقاعة الهواء تعود إلى الخلف والماء ينزل إلى الأمام، هذا يعني أن مياه الأمطار لن تدخل الخلية وستخرج من الأمام أصدقائي. آمل أن أكون قد أفدتكم في هذا الفيديو، وأرجو منكم وضع تعليق جميل مثل قلوبكم وأسماعكم التي تشاهدونها، ونأمل منكم فضلا وليس أمرا نذكركم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تشجعونا على أن نكون معكم دوما أصدقائي. فشكرا لكم ولا شكرا لإصغائكم، شكرا أصدقائي وكل الاحترام لكم، وبارك الله فيكم. انتظرونا في حلقة جديدة وفيديو جديد في المرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.